ممكن نتبهدل، ممكن نتعب، ممكن هتظل هي لله وهتظل ايضا سلمية. انا بس بقول الجملتين دول عشان جايب لكم معايا راجل، احسن راجل، فكل واحد مننا في هذا الميدان رجل. دكتور محمود شعبان كان عايز راجل، بنقول له تعالى معانا ملايين الرجال. اتفضل يا دكتور محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سمعتش اللي جاي لله يكبر، اللي جاي لله يكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبالأمس كنت في طريقي إلى مشوار، كنت قلقا منه وقدرا مررت بميدان التحرير لأمر إلى المكان الذي رحلت إليه، وكنت أسأل الله إن كان في هذا اللقاء خيرا يتمه، وإن كان غير ذلك يصرفني عنه. والأخ الذي كان يقود السيارة هو أخ حبيب لي، الحاج محمد حسن، بيسأل أخ بالسيارة الطريق للمكان الفلاني فين؟ قال تعالى ورايا. فوجئنا ان احنا في ميدان التحرير، واعترضنا اثنان وقال هات البطاقه. فانا ظنيت ان هو بيتكلم على 5 جنيه بتاعت الركنه او ما الى ذلك. قلت له يا ابني احنا مش هنركن، احنا ماشيين. قال لا انا هنا امن الميدان. قلت له عمي في نظره ما فيش غير واحد زيك يبقى امن. الشاهد اخذونا بعد ذلك وكسروا السياره واحتجزونا 4 ساعات. في اول الأمر كانت وزارة الداخلية على علم بهذا، بأننا اختطفنا، ومن فضل الله وجزاهم الله خيرا أتوا بعد 4 ساعات، رغم أن بين الوزارة وبين التحرير 10 دقائق. هناك بفضل الله عز وجل حفظنا الله عز وجل. أنا كنت أنظر وأقول سبحان ربي، أنا صليت الصبح في جماعة، والنبي قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وقلت الأذكار، والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح لا يضره سوء حتى يمسي. فوالله كنت أنظر مبتسما لما يحدث حولي، لكن الذي آلمني أنني وجدت مصرا غير التي أعرفها. قلت لو هؤلاء من مصر فالبقاء لله، مصر رحلت ولن تعود. تألمت جدا لأنني رأيت أناسا لا عقل ولا فكرة ولا فهم، مغيبون تغييبا عجيبا، يكادون يكونون بلا عقول، ووجدت حالة من البغضاء والكراهية لنا. هم أخذوني لأنني محمود شعبان، أخذوني من أجل هذه اللحية. أول ما رأوني قالوا إخواني إخواني، وكسروا السيارة. يعني الدقن دي هي التي كانت سببا. بعد ذلك قالوا لي بقى مش أنت محمود شعبان اللي بتقول هاتولي راجل، أنت بتقول ميدان التحرير ما فيهوش راجل. قلت لهم أنا لا أزايد على أحد. هذه الجملة كانت رفضا لاستضافة مذيعة متبرجة لي. قلت أنا شيخ لا أحترم نفسي ولا ديني ولا قرآن ربي الذي أحمله، حينما أقول قال الله وقال رسوله في ضيافة امرأة متبرجة ساعتها. قلت هاتوا لي رجلا أعني مذيعا وليس مذيعة. طيب أنت شفت رجالة التحرير؟ عاوزين نشوف رجالتك. انت بتقول وراك رجالك، عاوزين نشوف رجالتك. قلت لهم بالضبط. خدوا التليفون بتاعي وقعدوا يتصلوا برابعة، وقعدوا يتصلوا بالنهضة، وقعدوا يتصلوا بكل المشايخ. احنا بنعذب محمود شعبان وهنموته، الراجل فيكو يجي ياخده. وبالله ووالله
كنت في كنف الله وحفظني الله ولم يمسني أحد بسوء، لأنني كنت في كنف الله عز وجل. وكنت أتخيل أنني ورائي رجال، فاتضح لي أنهم أسود وليس رجالا، أسود وليس رجالا. نجانا الله عز وجل وانطلقت الأكاذيب والأضاليل ووضعوا أشياء واتهمون بأشياء، والله يعلم أنهم كذب في كل ما قالوه. جئت إليكم لأصافح هذه الوجوه المضيئة التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في مستقر رحمته. وأختم بقولتي ببشرى لكم، احفظوها عني جيدا حتى تلقوني مع نصر الله عز وجل، أو إن قدر الله في دار مقامته ومستقر رحمته. أربع كلمات: إذا بلغ الظلم مداه، وكان الحرب على دين الله، ولم يكن للمظلوم سوى الله، ساعتها يتدخل الإله، ساعتها يتدخل الإله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فانصروا الله باستقامتكم على منهجه. لن ينصرنا إلا الله، لن ننصر إلا بالله. فاشغلوا أوقاتكم بالذكر والاستغفار، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما قلتها في ميدان التحرير، والله ما مسني أحد بسوء. فلا تنسوا ذكر الله ودعاء الله، ولا تتعلق قلوبكم بأمريكا ولا أوروبا، واعلموا أنكم منصورون بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحق لأهله، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة: أنا يوميا في النهضة ألقي كلمة في النهضة يوميا، ولم أهجر المنصة يوما ما. نشكر الشيخ محمود شعبان، ونسأل الله لنا وله الثبات.